بوخوتي اللي سقسوني بزاف على فيزا توريستيك، كيفاش ندير؟ راني خايف، عندي رونديفو كذا كذا، واش ندير؟ واش لازم الخدمه؟ دائما نقول لكم واحد ما يقدر يعطيك زعما صحيح اسكو يعطولك ولا ما يعطولكش، زهر وتكل على ربي وصدم. عندي واحد الجزائري هنايا صاحبي راهو معايا حماده، يحكي لكم حكايته كيفاش عطاو له فيزا ما تصدقش. وحماده مرحبا بك عند اسامه فلوكس. السلام عليكم. احكي لنا حماده كيفاش عطاو لك فيزا للماريكا، واش من العام؟ كان يلعب في بلف حال المنظر الجميل في الحراش. نسلموا عليهم، سلموا كاع على ناس الحراش وبلفي ولافيجري وكاع. المهم درنا الباسبور، سقسينا ناس، عاونونا ناس، ودخلنا على ربي ورحنا دفعنا السام. ما استنينا لا ندو معانا الدراهم لا ديجا. النهار اللي دفعت كانت قيس الحال. قيس واش درت لهم في الدوسي يا حماده؟ والله انا ما درتش دوسي، ما دفعت بلالي صاصنا في الفار. لا دوسي لا والو. ما درت والو. دار لا ليسونس اللي كان يلعب فيها مع بلفو. واش النيفو كان يلعبوا بلفو؟ بالك ريجيونال. ريجيونال بلفو هذه حومه في الحراج. فوالا. بعت بها وسقساوني. يمكن انت تعرف تحكم رونديفو وتعمر وعاملوني ناس في الرونديفو باسم راك تعرف لازم دير حاجة بروفيسيونال. اه. يدفع حق ويدفع زوكولا فوتبالور وتكتب تكتب شحال تخلص. انا مقولها ما تنبمر، كتبت لهم تما نفخت. اه. بس هو ما يكشفش. ما يتشاكيوش. هو مادا بيهم ديجا كي طرح الله الكونسيلات ما طيح، ماشي طيح خشين. حنا بالماتل ديالنا لازم تبين لهم باللي انت راك رايح توريز، راك رايح تصرف، راك لاباس بيك، ماكش خايف، تروحش كومباني فيه، تبين لهم باللي انت يا راك حايب تروح تكفل اليس، نو تبين لهم باللي انت راك رايح تصرف دراهم في بلادهم، سياحة، ما يمكن تجي له لاباف تدخل بلا كونفيونس، باسكو هما مادام يعطوك فيزا لازم تجي يهضر معاك وي راني جاي توريز، جاي نصرف في بلادكم، وجاي تما كيما نقولوا جاي نرفد لكم بلادكم. واش بالفون بلاكس تاعك كان ما يعطونيش. هما ماذا بهم تجي، ماذا بهم تجي تصرف، جيب لهم والله جيب لهم دراهم وتصرف ودا وراهم عايشين. اذا حماده واش النصيحه تاعك للي دائما يسقسوا على الفيزا توريست واش لازم وخايفين وبالك ما يعطوش، النصيحه تاعك بكل اختصار؟ يا خويا انا صليت صلاه الاستخاره من الصباح، لا ليسونس ديالي، الرونديفو ديالي، لا بيكي دراهم في فيزا، ورحت دفعت. هذا ما كان. ضربت معايا شحال؟ ضربت معايا يا ربي واحد ان كاردير دي مينيت. هضرت معاها اون فرونسي، ما كنتش نهضر اونجلي. درت انترفيو، ما اللي يحبوا يديروا انترفيو بالعربية عندهم مترجم. بالقبيلية عندهم مترجم. باش تهضر اللغة اللي حبيت. تروح اهم حاجه تروح بالكونفيونس، بالكونفيونس ما تروح لا حشمان لا خايف لا فيس نتايا، هذه راك رايح تدفع تما دير في راسك، جات ما جاتش هذا ما كاتب الله، كاتب الله. ما ديرش في راسك ما راحش يعطوني. انا النصيحه اللي نعطيها لهم اللي راه حاب يطلع وراه حاب يخدم وكما يقولوا يشمر على يديه، يروح يدفع يروح يدفع، ما راه خاسر والو. بيس كاباب انت فريد فيزا شحال بالطرايز؟ جملين واقعين ولا جملين ولا جملين هو تلقاه بالك يصرفها في ترينين ولا صح. دونك يدير رونديفو يروح يدفع اي بوس على ربي يدفع بيه ولا ولا كان خدام يدفع بالدو. اهم شيء كي تروح اهضر معاهم بالريسمي واضحك وروح نورمال ولبس لبسه محترمه، ما تروحش بسيرفات ولا تروح بالباك تعرف حاجه شغل ماشي كلاسيك، دومي كلاسيك صحيت، وتروح تروح بسرير شباب وتضحك.
معك وتسقسيك ريبوندي لها سانسار. انت ديجا تكون بريباري روحك، اذا كنت دير دوسي تكون بريباري روحك على الدوسي هذاك اللي درتو تاع الخدمه. هما واش يهمهم؟ يهمهم الانسان كيفاش عقليته. هو باسكو يجوجيوك برك، ما حش يعرفوا تاريخك، راح يجوجيوك بهذاك من اول نظره، راح يجوجيوك هذا ما كان. هي تشوفك تحايكي وتشوفك باللي انت يا كي تطلع ما راحش تضر البلاد هذه، هذه البلاد. الله غير يعطوا لك عادي. انا قلت لك انا اول دفعه خدمت باسبور منت. باسبور فيرج، باسبور فيرج. ما فيها حتى فيزا، ما فيها حتى حاجه. وثاني اسمح لي، ثاني كاين ناس عاونوني تسمى وراو لي طريقه كيفاش تهضر مع الفرنسي والكريتيريه وكيف بس عاونوني. نسلموا عليهم وتحياتنا لهم. ولكن فريسان عندك دوسي، عندك لا ليسونس، انت فوتبالور دير جيدو ما يهمش. اهم حاجه انك تروح تهضر معاهم تبين لهم باللي انت يا راك رايح للبلاد هذه تجوز فاكونس وراح تصرف دراهم تما. ذاتس ات. هذا واش يهم، ما يهمهمش انت يا الباسي ديالك، ولا انت يا عندك باك جراوند ديالك في الجزائر. سوا ديزون قولوا بالك انت كنت جبت تريق ولا كنت مخدرات، هادو كاع ما يهمهمش. اهم حاجه النهار هذاك تكون بريزونطابل وتعرف كيفاش يجيوك هذاك النهار. صحي بس كاع ولاد كارتي بومبيلار وكاع كنا صوابيا وكاع تبدنا في القيامات وكاع تما كامل غير راك تعرف الجزائر كامل تريق واحده تجوزوا عليها. فوالا يعطيك الصحة حمادة بو باش ما تجيش الفيديو طويل، حتى لهنايا نحكوا لهم حتى لهنايا ومن بعدها تجي لنيويورك وبديت تخدم. يا خويا نكملوا لهم لاسويت هكذا نخلوها هنايا ومن بعدها حكاية واحدة أخرى كي جيت من نيويورك اللي كيف تجي لهنايا. إن شاء الله. هيا شكرا. ربي يوفقك. يعطيك الصحة.